بخصوص الظروف الاجتماعيه، يعني كما كنعرفوها كما عشنا حنا قبل، عشنا في اسره كبيره يعني ودار كبيره، ولكن الظروف تشونجات تبدلت، يعني تبدلت الظروف ديال نمط العيش تبدل، والناس دابا ساكن في زابارتمون، وكاين المراه خدامه، الراجل خدام، الله يحسن العوان، وكيكون واحد شويه ديال 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 الضغط على على اسمه على الوالدين ديالهم. يعني ما كنقولوش حنا راه كيتخلاو على والديهم، ولكن الظروف هي اللي كتدفعهم، يعني كاين يعني مرغمين على باش يكون هذا الدور ديال الاشخاص المسنين، يعني راه بدا خصها تكون، يعني وصلت الوقت باش تكون، يعني سينو غادي يبقاو عرضه في الشارع، يعني عرضه في سميتها عرضه للضياع في الشارع. وكما كتعرف يعني حنا دابا تقريبا عندنا 72 واحد، يعني من بينهم 25 نساء 25 نزيله، وانا ما كنشجعش الناس باش يجيبوا العائلات ديالهم، اسمو يجيبوا الاباء ديالهم الاقارب ديالهم، ولكن للاسف كاين حالات لان العائلات عندهم العائلات هنا، ولكن المشكله هو ملي كنقلبوا على العائلات ديالهم كنلقاو العائلات ديالهم براسهم وما خصهم يجيو، الفقر المدقع، كتلقى عنده شي براكه كيقول لك اودي خرجت مشيت للسوق خرج ليا، يعني الزهايمر فهمتي، وهادشي يعني في تفاقم يعني كثير في كثره، يعني واحد اذا وريتك دابا لا ليست داتون يعني كاين تقريبا ماشي يعني 26 واحد في حاله الانتظار، يعني لائحه الانتظار باش يدخلوا، ولكن انا عندي الطاقه الاستيعابيه انا 64 واحد، يعني 64 واحد ما خصنيش نفوتها، يعني من وزاره الاسره والتضامن 64 واحد خصني نسد الباب، ولكن نظرا لظروف انسانيه حليت البيبان، خدينا كنوصلوا بعد اخر 83 واحد، ولكن هذا الشيء ماشي قانوني يعني غير سي ايليغال، ولكن كنقولوا الجانب الانساني، وكنقولوا النيه غنعمروا النيه نديروا النيه، والحمد لله يعني كما شفتوا راه كعايشين في واحد اسمه جو عائلي، ولكن ما يمكنش نعوضوا الحنان ديال ولادهم والعائلات ديالهم، يعني ما يمكنش واخا دير اللي درتي، والحمد لله يعني الامور غاديه مزيان، راه ما كل هذا الاكراه. وما تما فاش ولف دابا الخدمه ديال الديور، ايوا نعاود لك شحال الحوايج. شنو اللي خلاك تجيك لهنا؟ شنو؟ كنت في الجام ديال الحشاش، واحد سيده قالت لي بدات تسيقي، قلت لها واخا قبل ما نجي هنا، والحمد لله تنقي الدنيا تيعاونوني العيالات، كنت كاريه في الديور البحريه تيوقفوا معايا العيالات الماكله الحمد لله، ما مشيتي تاكلي صافي، وجابوني هنا ما ولفش هنا الاول شهر 5/2014 جيت هنا الحمد لله، وقفوا معايا كنت مريضه داوني فتحت الحمد لله، الحمد لله وقف معايا ابراهيم، والحمد لله كلشي بخير متبع الدواء، الحمد لله معاهم بخير. هاد الناس اللي عندهم ولادهم يتهلاو في والديهم، يتهلاو في والديهم، راهم ما والديهم الا مشاو ليهم راه هادوك هما الكنز ديالهم، راه لا ماتوا صافي صافي. ولدي واخا ولدي راه انت غتوري، ولكن راه تيخرج برا كيشوف شنو كاين، ها انت غتوري تقول ليه راه تهلا في ماماك وتهلا في باباك، شو دايرين عليك، شوف تيقريو فيك كيكسيو كيصبطوك، ولكن راه ملي كيخرج برا دابا انت كتعلم شكل، وملي كيخرج برا كيتعلم شكل، راه حنا ما لحناش والدينا، راه شحال من واحد ما لحش والديه، ولكن هاد الجيل ما بقاش بحال الجيل ديالنا حنا، فين هو دابا باقي شي جيل ما كاينش. ايوه هذا المركز يعني اللي كيضم واحد المجموعه من النزلاء ومن النازلات اللي هم ظروف اجتماعيه خاصه، الهدف هو انه كنحاولوا نتقربوا منهم، نحاولوا نشركوهم ونحسوهم يعني بالتواجد ديالهم، وباننا احنا كمجتمع مدني احنا بالقرب منهم. وكنتمناو يعني كنتمناو لهذا النشاط ان شاء الله النجاح والتوفيق كيف كاع الدورات السابقين، وللاشاره بانه هاد الناس
راه ماشي محتاجين يعني بالضروره الجانب المادي ولا يعني ما يتعلق بالماكل والملبس. الحمد لله فالاداره قائمه بالواجب على احسن وجه، انما الجانب النفسي، الجانب المعنوي، الجانب الروحي هو اللي هاد الناس محتاجينه بزاف. وحنا في الدورات السابقه كنتلمسوا هاد التجاوب وكنتلمسوا هاد الاحساس، وهاد التفاعل اللي هو ايجابي يعني بنسبه كبيره جدا.